عودة لكم مشاهدينا الكرام. التطرف الآن ومحاربة التطرف في دائرة الضوء، محاربة الفكر المتطرف وأيضا تكريس منهج الوسطية هي تحديات المرحلة الحالية وتناقضات الأحداث اللي قاعد تعيشها المنطقة بالوقت الحالي. عالمنا العربي والإسلامي يواجه حروبا إعلامية وتكنولوجيا تسوق للغلو الديني من صعب احتوائها نوعا ما، وأيضا المحاذير تتطلب انتباه لما يدور حولنا من اتساع لدوائر الصدام وأيضا صراع ورفض الطرف الآخر، وهذا ما أسهم عن نشر الأفكار المتطرفة التي تغذي العنف وتبرر اللجوء إلى الإرهاب. نشر الوسطية عندنا دورها في الكويت تحديدا ودول الإقليم في تغليب قيم التسامح الاعتدال هو موضوع حديثنا اليوم مع ضيوفنا من داخل الاستديو، بداية من الدكتور زيد بن علي الدكان الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وأيضا الدكتور عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية. حياكم الله دكان. بداية دكتور، يعني أول شيء رحب فيك، حياك الله بين أهلك وإخوانك القادم من الشقيقة المملكة العربية السعودية. لو بنسأل، إحنا الآن نعيش جولات سريعة، يعني المنطقة ككل تعيش في حالة من إن صح التعبير القلق، وهناك دعوات نسمعها بين فترة وأخرى بتعزيز الوسطية ونبذ التطرف ونبذ الإرهاب، لكن ما مدى قوة هذه الأصوات التي تنادي بنبذ التطرف؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير من أرض الكويت، من الدولة الحبيبة العزيزة علينا، والدولة اللي حقيقة حتى صنفتها الأمم المتحدة أنها أول دولة في العالم في المساعدات الإنسانية بالنسبة للدخل القومي، وهذا شيء حقيقة يعني مفرح للجميع ولكل من هو يحب هالبلاد ويحب العالم كله. لا شك أن الإرهاب والتطرف أصبح صنوان، يعني وأصبح ما يذكر إرهاب إلا يذكر مع تطرف. للأسف الشديد أن هذا التطرف سلط أكثر الضوء على 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 ديننا الإسلامي، ولذلك أصبح عند في بعض الدوائر مربوط بديننا الإسلامي، لذلك هب المسلمون لأمرين: الأمر الأول للمنافحة عن ديننا، ولأن فعلا هو لا يدعو لهذا التطرف، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك، وهو التطبيق العملي للدين الإسلامي. والأمر الثاني أننا نحن المستهدفون من هذا التطرف اللي هم حنا يا المسلمين. فإذا نظرت إلى 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 الحوادث الإرهابية الموجودة ابتداء من أرض الكويت والسعودية وغيرها، هذه دول كلها إسلامية وكانت مستهدفة بهالتطرف اللي بين قوسين، ولو أن ما ودنا نسميه، من مسلمين، من أبناء، من يعني ناس استغلوا بطريقة أو بأخرى. ولذلك عانت الدول الإسلامية والعربية، وممن هي تعتبر يعني قاعدة في العمل الإسلامي، من التطرف قبل أن تعاني أو أن تشكو الدول الأخرى، ولذلك أصبح مثل المرض ومثل السرطان، خلينا نسميه يعني، أصبح إذا لم يعالج بالمعالجة السليمة والصحيحة والمتوازنة يمكن أن ينتشر بطريقة غير محموده. نعم دكتور عبد الله، يمكن لو بسال، مثل ما ذكر دكتور زيد، تكريس منهج الوسطيه ونبذ التطرف ونبذ العنف هو يعني مطلب لكل الامه الاسلاميه وضروره ملحه بالوقت الحالي، لكن استراتيجيتكم انتم في هذا المركز في تعزيز الوسطيه ونبذ التطرف والعنف وغيره، شنو هي الاستراتيجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شاكر لكم هذه الاستضافة، ثم أضم صوتي لصوتك أخوي ضاري، مرحبا بأستاذنا الكريم الدكتور زيد بن علي الدكان في بلده الكويت، ولن أقول بلده الثاني، لأن الحقيقة أن الكويت والسعودية بلد واحد كما لا يخفى. أما فيما يتعلق باستراتيجية اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ومركز تعزيز الوسطية، فقد قمنا بإعداد خطة استراتيجية تتضمن المبادرات والغايات لمكافحة هذا التطرف، وزادت مبادراتها على 40، وتم أخوي ضاري اللي هو من يتابعنا، تم إرسال هذه الخطة إلى أكثر من 400 جهة كويتية. 400 جهة كويتية رسمية وأهلية، تمام، تم إرسالها إلى كل جمعيات النفع العام وإلى كل المبرات الخيرية، تمام، بما في ذلك المبرات السنية والمبرات الشيعية، بما في ذلك جمعيات النفع العام السياسية والدينية والاجتماعية إلى آخره. ملامح هذه الخطة شنو؟ نعم، هم طبعا احنا طلبنا منهم يبدون المقترحات
أو الملاحظات على هذه الخطة الاستراتيجية، وأكثر هذه الجهات تفاعل معنا إيجابا، حتى الذين أبدوا لنا بعض الملاحظات نحن نرى أن هذا تفاعل إيجابي منهم، استفدنا من الكثير من هذه الملاحظات، ربما لم نوافق أو لم نتفق مع بعض هذه الملاحظات. بعض الجمعيات النفع العام وغيرها طلبت عقد اجتماع لمناقشة هذه الخطة، واجتمعنا معهم وخرجنا الحمد لله يعني بصورة توافقية في أكثر ما أثير من الأمور. طبعا أنا لو أردت أتحدث عن أعمال المركز أو عن أعمال اللجنة العليا ربما يطول بنا المقام، لكن يعني حسبك أن تعلم أخي ضاري ويعلم الأخوة المشاهدون أن المركز حصل على المرتبة الأولى في إدارات الأوقاف الدعوية، مع أن مركز وليد يعني ما صار له أكثر من سنة ونص. كإنشاء رسمي للمركز. أيضا تم تكريم مدير المركز بجائزة الإمارات للعمل الإنساني للنشر الوسطية في شهر 6 اللي طاف، والآن إن شاء الله الإخوان جزاهم الله خير المملكة العربية السعودية الشقيقة أيضا يعني كرمونا تكريما عظيما من خلال اختيارنا ضمن الشخصيات الإسلامية المدعوة لمهرجان الجنادرية القادم، والتي ستحظى بلقاء واجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى ورعاه. هناك جهود من فضل الله كثيرة، استعرضنا بعض هذه الجهود في المؤتمر القائم الآن، ووجدنا الحقيقة استحسانا وإعجابا من كثير من الأخوة المشاركين من الدول، لأن احنا الآن مشارك معنا جهات تشارك معنا من أكثر من 30 دولة. أكثر من 30 دولة. بعض الجهات نحن نفخر بأن نكون أول دولة تشارك في هذه الجهات مشاركة خارجية، مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. هذا المركز الذي يعتبر مركزا رائدا عالميا فريدا من نوعه على مستوى العالم كله، لا يوجد نظير لهذا المركز في أي بلد من بلدان العالم. وإحنا طبعا لما نتكلم أخوي ضاري نتكلم كمتخصصين، لما يمدح لك أحد الأطباء مركزا ما في بلد ما يمكن أنا وأنت ما نعرف هالمركز ولا نسمع عنه، لكن هم أهل الاختصاص يدركون أهمية مثل هذا المركز. أكيد. بما أنك تكلمت عن الملتقى دكتور، خلينا نشوف مثل هذه اللقطات اللي أعدوها الأخوان في الإعداد عن الملتقى المنعقد الآن. هناك أدوات كثيرة داخل السوشيال ميديا، قد تستخدم الميديا أفلام إضاحية باللغة العربية والإنجليزية، أشياء كثيرة جدا. إذن محور تركيزي أن يكون هناك استدامة لهذا المؤتمر كتوصيات مقترحة مني على المستوى الشخصي. المحور الثاني أن تكون هناك مؤسسة، لأن العمل المؤسسي كما تعرفين هو بيتيح الاستدامة وليس عمل شخصي. مؤسسة مسؤولة عن تحسين وتغيير الصورة الذهنية السلبية عن المسلمين والإسلام. ثالث حاجة أن تخرج توصيات ومقترحات المؤتمر للأرض الواقع، متابعة التنفيذ وحل معوقات التنفيذ. رابع حاجة أن نستخدم وسائل التواصل الحديثة في التعامل مع الفكر المتطرف وإحداث تحول السلبي للصورة الذهنية عن المسلمين والإسلام إلى الصورة الإيجابية. دكتور زيد، يمكن قد يعتقد البعض أن احنا فعلا حققنا شوط كبير في هذا الجانب وأنجزنا، وهي عملية مستدامة، ما هي يعني فترة وتنتهي أو قضية وتنتهي، لا هي عملية مستدامة. لكن السؤال الآن، ما هو تقييمك الموضوعي لأوجه الخلل أو أوجه القصور الحاصلة في هذا الملف تحديدا؟ أولا يعني استكمال مقال الدكتور عبد الله بالجهود المبذولة لمحاربته ولبيان عور هذا الداء عندنا في المملكة، حقيقة عدد من الأشياء اللي ذكر منها جزء وهو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وهو مركز حقيقة يعني حتى معترف به في الأمم المتحدة كخبير في هذا المجال. أيضا السكينة وهي مركز متخصص للأشياء الإلكترونية. أما النجاح حقيقة أنا أعتقد أن الآن بدأنا نرى ثمار هذا النجاح، ولذلك العائدون من هذا الفكر بدأوا يعني ولله الحمد بدأوا
يكثرون العائدين للفكر هذا، الفكر الوسطي للأمة للرجوع عن هذه الأفكار. لكن في نفس الوقت هناك إعلام وزخم إعلامي كبير جدا جدا لتجنيد أتباع كثر، ولذلك الآن على عواتق ليس فقط الحكومات وإنما على الجهات المتخصصة عبء أكبر من ذي قبل، لكون أن الآن الحجمة أكبر والتجنيد أكثر. فيما مضى كان العدد أقل نسبة وتناسب، لكن كانت الجهود أيضا في محاربته وفي التصدي له كانت أيضا أقل. الآن زادت الجهود للتصدي له وثمارها الحمد لله أصبحت مشهودة ومنشودة، لكن في ذات الوقت زاد أيضا التجنيد لأبنائنا ولبناتنا في لمثل هذه الأفكار المتطرفة وبعدهم ومحاولة إبعادهم عن منهج بلداننا سواء في دول الخليج أو دول العالم الإسلامي بشكل عام، التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال وإلى النهج القويم وإلى يعني محاربة هذه الأفكار. تمام. في يومنا هذا دكتور كلامك على متمة، هل الخطوة الأسبق لمن ينادي بنبذ التطرف ولا لمن يدعو إلى التطرف نفسه؟ يعني أنا أشوف المتخصصين يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام. قسم متعاطف مع الفكر وتراهم يعني متعاطف لكنه لا ينتهج هذا الفكر، وهذا ترى حقيقة يعني ترى مجرد إعادة إرسالك لرسالة فيها تطرف هذا يسمى تعاطف بالتعريف البسيط والمبدئي. فكون أنه وهذا حقيقة للأسف الشديد البعض منا من الناس اللي ما عندهم خبرة ولا خلفية قد يرى أمرا يعني فعلا في نصرة الإسلام والمسلمين، لكنه أيضا من الناحية الأخرى في التطرف يأخذ الحماس فيكون هذا يصنف من المتعاطفين، وهذا حقيقة يعني في عدد لا يعني لا يستهان به. الجانب الثاني، الجانب الفئة الثالثة هم المؤيدون، المؤيدون في التنظير والمؤيدون في كتاب الأدبيات هذا الفكر المتطرف، وهم حقيقة قلة ولله الحمد، وقد يكون بعضهم فعلا ممن لديه علم لكنه علم ليس علم موجه شرعي صحيح. الفئة الثالثة وهم حقيقة الحطب والوقود هم المنفذون، وهؤلاء جلهم في 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 بلدان العربية والإسلامية، حتى البلدان غير العربية والإسلامية تجدهم ممن هم في العشرينات وتحت العشرينات، وهؤلاء يسمون الوقود. ولذلك إذا استطعنا أن نفرق بين هذه الأصناف الثلاثة وتوجيه الخطاب توجيه المعالجة لهذه الأصناف الثلاث سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حل. وقد رأينا هذه رأينا يعني نتائج هذا المعالجات لهذه الظاهرة والحمد تظهر لنا في كثير من الأمور. هناك مراجعات كثيرة سواء في الأفكار أو من ذهبوا إلى مناطق الصراع اللي يسمونهم جهاد نسميها مناطق صراع، ممن أيضا أيدوا هذا الفكر ونوقشوا ورجعوا. هناك مجموعة كبيرة جدا عقد قبل فترة بسيطة مؤتمر في جامعة الإمام حول هذا الفكر تحديدا والمراجعات التي حصلت، وأتوا بأناس يعني تراجعوا فعلا وقرروا أنهم يخرجون أمام الناس ليرون العالم بأن والله أننا كنا على خطأ ورجعنا للصواب. وهؤلاء أبنائنا، يعني الابن مهما كان فهو ابنك سواء ضال ولا مستقيم هو ابنك، الإنسان قد لا تستطيع أن تنفك عنه، وتفرح إذا رجع وتزعل ويعني ويتكدر خاطرك إذا كان هذا الابن ذهب إلى 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 الطريق غير الصحيح. ولذلك المعالجات الموجودة الآن أنا أرى أنها تؤتي ثمارها، وهي حقيقة نحن في العالم العربي والإسلامي وتحديدا في دول الخليج لنا خبرة كافية لأول مرتكزات الإسلامية ولكون العلماء عندنا في بلداننا الإسلامية بلداننا العربية وتحديدا دول الخليج، وأتكلم عن المملكة العربية السعودية هيئة كبار العلماء وغيرها يعني هي الأساس والمنوطة بهذا الأمر كتقعيد للأمور الشرعية. بدأ الناس ينظر لنا كمرجعية من الناحية الإيجابية، وأيضا لا ننسى أيضا الناحية السلبية أن من المؤيدين هؤلاء ممن يؤخذ من آرائهم كتأييد لبعض الأمور. ولذلك أنا أقول المشوار إن شاء الله أنه ليس بطويل، لكنه بإذن الواحد الأحد سنرى بعد فترة إن شاء الله لا تكون طويلة بلداننا وقد لا نستطيع أن نقول خلت، لكنها على الأقل
يعني تعافت من كثير من هذا. يا رب نتمنى ذلك. دكتور عبد الله، رأيك بمن يقول بأن تسويق الغلو الديني وتسويق التطرف في موقع التواصل الاجتماعي لا رواج كبير، فيما على الطرف الآخر من ينادي برفض هذا التطرف والدعوة إلى الوسطية منعزل ومكتفي فقط في منابر المساجد، لم يدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى شباب نفسهم، رأيك بمن يقول مثل هذا الكلام؟ رأي أن قائل هذا الكلام بعيد كل البعد عن متابعة الساحة والوضع، وأظن أن هذا الكلام لم يصدر من متخصص ولا أن صدر عن دراسة متأنية لمثل هذا الموضوع. أولا أخي ضار إليه من يتابعنا، المساجد لم يعد فيها من إرهابيين أحد إلا ما يندر، والذي يوجد فيها لا يصرح بما يريد. اليوم المساجد حلقات القرآن غيرها لم تعد حضانات لتفريخ المتطرفين كما استغلت في السابق في بعض الأحيان. وأين يوجد هؤلاء المتطرفون وكيف يتم تجنيدهم؟ كله في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الإنترنت. ولذلك احنا في مؤتمرنا الحالي مواجهة التطرف عقدنا ورشة خاصة ولقضية تجنيد الشباب إلكترونيا، وعندنا محور أيضا لقضية تجنيد الشباب إلكترونيا. اليوم تعتقد أنه مهم دكتور؟ كيف؟ مهم جدا أن نجنب الشباب الإلكترونيا. هذا المهم، أنت إذا ما تعيش واقعك ما تستطيع. الأنبياء عليهم السلام كل واحد جاء وعالج واقع، عاش واقع الناس. وين كانت الناس تنشغل؟ في المنتديات، في النوادي، في كان يروح لهم، في الأسواق يروح لهم. ونحن اليوم يا أخضاري الناس والشباب يتواجدون في سناب شات، في تويتر، في إنستغرام، يتواجدون في هذه وسائل التواصل، حتى الواتساب له أثر كبير. اليوم احنا قاعد نتابع كل برنامج جديد، برنامج بث مباشر، برنامج كذا، نشوف مدى وجود هؤلاء. والإخوان في وزارة الشباب جزاهم الله خير يعطونا إحصائيات كم نسبة الشباب الكويتي اللي تابع سناب شات، من فئة كم إلى فئة كم، كم نسبة اللي تابعون كذا، وقاعد نستفيد الحقيقة من إحصائياتهم استفادة كبيرة. اليوم أخي ضاري يعني أعطيك دليل على أن بعد هذا الكلام عن الواقع. اليوم الكل يدعي الوسطية. نعم. عمرك سمعت واحد يقول أنا متطرف؟ نعم. في واحد يكتب بتويتر يا جماعة الخير ترى أنا متطرف، أنا أدعو للإرهاب؟ ما في. لا ما في أكيد. بل لا يوجد شخص يدعو لمناصرة هذه التنظيمات الإرهابية باسمه الصريح. الكل يستخدم سلمك الله أسماء وهمية، قد يكون له اسم آخر، وقد يكون في الاسم الآخر صريح يدعو للوسطية ونبذ الإرهاب، ثم باسمه الآخر الوهمي يدعو للتطرف والإرهاب. ونحن والله الحمد نجد على الساحة الكويتية الكثير جدا من الأخوة الأفاضل الذين يحاربون التطرف. وترى محاربة التطرف ما هي مسؤولية مركز الوسطية، صح، ولا اللجنة العليا فقط، ولا وزارة الأوقاف، ولا حتى بس وزارة الإعلام، أو مسؤولية أمة، مسؤولية شعب. الأخباري مطلوب منه يحارب التطرف إذا استطاع في وسائل التواصل. ولذلك احنا نلاحظ بعض اللاعبين، الرياضيين، الشعراء، بعض الأدباء، بعض الكتاب يحاربون التطرف ونقوم بإعادة تغريداته. جميل. لأن نشوف أن هذا الأمر الله يحفظكم يسمع مسؤولية شعب، الكل يساهم في هذا الأمر. أنا بروحي يعني بمعنى آخر ترى محاربة التطرف ليست خاصة بالدعاء فقط، الكل مطالب منه. أنت في بيتك وهذا في بيته وهذا في مدرسته اللي يدرس فيها وهذا في مقر عمله والمعلم في الجامعة وكل مكان والكاتب في الصحيفة. وذلك أنا حتى عندنا في الآن في المؤتمر محاور مثلا أثر الصحف في مكافحة التطرف والإرهاب، وسائل التواصل في عندنا أيضا بنود لشرحها، عوائق التواصل مع المتأثرين، لأن مثل ما تفضل الدكتور قبل شوي هذه التصنيفات مهمة بالنسبة لنا. وإحنا عندنا في الكويت تصنيفات يمكن تكون أدق، عندنا من يحمل هذا الفكر جميل وقابل للتطبيق راح يفجر مثلا أو كذا، عنده استعداد، وهذا العدد أخضاري مو كلامنا، كلام منظمات دولية، أنه يكاد ينعدم الآن في الكويت بفضل الله. عندنا شق آخر متعاطف ليس مع الفكر، متعاطف مع المتطرفين. انتبه للفرق، ها، يقول هذول فكرهم ضال ومنحرف بس هم من ظلمة وهم كذا، وشوف يسوون بالمسلمين. شوف لاحظ هو هذا متعاطف مع المتطرفين وليس مع الفكر نفسه، ولذلك تجده يدافع وكذا.
هذا الصنف احنا نخاف عليه ان يكون مشروعا لمتطرف جديد. ولو تلاحظ غالب اللي يقومون بعمليات إرهابية هم من حديث التدين، ما كان يعني ملتزم من زمان. ما عندنا مثلا واحد درس في كلية الشريعة بعدين تبنى هذا إلا في أندر النادر. ولذلك احنا دائما نقول أن التعليم الشرعي الصحيح حماية لهؤلاء. إذا قام الأب بتوجيه الابن التوجيه الصحيح يكون حماية له. أما لو رجعنا للقضية اللي تفضلت بطرحها على الدكتور زيد، احنا ما نخدع الناس نقول احنا عندنا مقاييس دقيقة لمعرفة يعني صح. آثار صح. هذه الأعمال وكذا، لكن صح. في أمور ظاهرة. يعني نعطيك مثال، المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر بلد في العالم تعرض لعمليات إرهابية، وهذا دليل على بطلان دعوة من يقول أن هذه المملكة ترعى الإرهاب. ليش؟ لأن الإرهاب لا يستهدف من يرعاه، ما في دولة أكيد. ترعى الإرهاب ويستهدفها الإرهاب بهذه الصورة. لكن بيان وزارة الداخلية الأخير السعودي لما قال أن آخر سنة اللي هم يخذوا السنة الهجرية أن ما كان في السعودية كلها إلا 4 عمليات إرهابية، من عقب ما كنا نسمع عن 20 و50 و30 وأشياء، الآن بس 4. هذا مؤشر إيجابي ولا سلبي؟ لا شك أنه مؤشر إيجابي أكيد. هذا يدلك على أن الجهود المبذولة لها ثمار ولا ما لها ثمار؟ لها ثمار. عندنا موقع أو مواقع متطرفين كان يدخلها من الكويت سنة 2014 يدخلونها في الشهر 4000 شخص. 4000 شخص. آخر إحصائية قبل يمكن 3 أسابيع يدخلها في الشهر 40 شخص فقط. تطور ولا متطور؟ تطور. ترى هذا ما أقول لك أن جهودنا لا، لكن نحن نقول أن المسلمين بطبيعتهم خصوصا في الكويت خصوصا في دول الخليج يرفضون التطرف بطبيعتهم. هم جبلتهم جبلت على التعايش، على المسامحة، على حب الاعتدال تمام. والوسطية تمام. دكتور زيد، يعني هل الوضع مغاير في المملكة؟ يمكن سمعنا سرد لما حصل في المملكة، نسمع الأحداث بين فترة وأخرى، لكن السؤال الآن في 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 الثمانينات من العقد المنصرم كانت في فكر إسلامي، كان في ندوات إسلامية، لم تستطع هذه الندوات نبذل التطرف أو التطرق له، ولا لم يكن شيء موجود أساسا من البداية منذ ذلك الوقت؟ حقيقي يمكن بداية الثمانينيات يعني ما كان هذا الفكر موجود كما هو موجود الآن، يعني منظرين له ومدرسة كاملة موجودة الآن ومؤسس له، وبعدين يعني بما هو موجود الآن، يعني لا شك أن يمكن بذورك كانت موجودة، لكن كما هو موجود الآن لم يكن كما أعلم بهذه الطريقة، لكن كان له بذور. في التسعينيات بدأت، يعني أول ما كان في التفجيرات الإرهابية عندنا في المملكة بدأت في أوائل التسعينيات باستهداف ناس مستأمنين، مثل ما قال الدكتور عبد الله قد يحصد تعاطف بعض الناس اللي ما هو مع الفكر لكنه متعاطف مع الأثر والنتيجة، يعني ولذلك بدأت هذه العمليات. فبدأت الدولة من قبل أصلاً وهي ترصد هذا الأمر، فبدأت تترقب وتتعقب أمثال هؤلاء مع الأخذ في الاعتبار لمعالجات هؤلاء. فكان على المستويات مختلفة، يعني مثلاً مستوى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المساجد والدروس العلمية وما إلى ذلك كلها تتركز حول، يعني أو مو كلها، مجموعة منها تتركز حول الفكر ومعالجة هذا الفكر الضال الذي حاد عن الطريق المستقيم، وبدأ يعني يستهدف المسلم صح. يعني هو ترى الفكر هذا تطور إلى أن أول كان ضد غير المسلم، ونحن ضد هذا الكلام. يعني الإنسان مستأمن أو في 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 عهد بينك وبينه ما يجوز أنك تستهدف. النبي صلى الله عليه وسلم جعل خصم يوم القيامة أمامه، من هذا انطلق إلى أنه من يخالفه، يعني أنت وأنا وفلان وعلان والمجتمع كله هدف من أهداف هؤلاء. ولذلك تطور إلى أن أصبح يعني كل من يتعاطف مع ضد فكره أو من هو ليس من ضد فكره هو هدف من الأهداف المشروعة لهذا الفكر بالعمليات، ليس فقط بالدعاوى والكلام فقط، لا بالعمليات. عطفا على ما قال الدكتور عبد الله، وجد عندنا في المملكة أن الدروس العلمية ومن هم خريجي الجامعات الإسلامية والمعاهد الشرعية وما إلى ذلك هم حقيقة أبعد ما يكونون عن هذا الفكر، لأنهم يعني درسوا الفكر الشرعي، ولذلك نتائج هذا الفكر تجد بعضهم خريجين دول غربية
يعني الذي فجر، الذي حاول قتل وزعزعة الأمن قبل أيام بسيطة، وكان من خريج دولة غربية، كان يدرس هندسة، ما هو خريج لا شريعة ولا قانون ولا من الدول الإسلامية. طيب التحصين الفكري دكتور، هذا يجرني إلى سؤال، التحصين الفكري من أين يبدأ؟ من المنزل، من المدرسة، من المجتمع ككل؟ النقطة من أين يبدأ تحديدا؟ هو إذا قلنا من جهة واحدة فهو خطأ. أنا أعتقد أن كل الجهات، من المنزل له دور، المدرسة لها دور، المجتمع له دور، الإعلام له دور، والإعلام دوره خطير جدا جدا، قد يأتي بالفكر وبطريقة مناقضة، يعني تمجيد بعض الرموز التي يظن الناس أنها ضد الدين، هذه حقيقة تذكي هذا الفكر، وضع أمور حقيقة خلينا نقول مثيرة لعواطف هؤلاء اللي يقول شوف إيش قال الفلاني وشوف إيش قال العلاني ضد الإسلام، فيما يظن أنه ضد الإسلام، ويبدأ يتحرك. ولذلك الإعلام خطير جدا جدا جدا. الدول في أو الدولة في مناهج الدراسة، وفي مناهج سواء الدراسة في المدارس الابتدائي والثانوي والمتوسط، التعليم العام أو التعليم الجامعي أو حتى ما بعد التعليم الجامعي، هذا أيضا مهم أن يكون له، يعني أن يكون ركيزة من ركائز محاربة هذا الفكر. أيضا بعد ما يمسك أو أن يقبض على من هو معتنق هذا الفكر ويريد أن يعمل أمر معين، هذا الآلي للتركيز الأكثر عليه اللي هي الإصلاح وكذا. قبل هذا أيضا مهم أن نركز عليه، لذلك عندنا في المملكة يعني برنامج فطن اللي في وزارة التربية والتعليم، فطن أي للطلاب، بأن يكون فطن، يعني عند مثلا أنا كأب ممكن أكون غير واعي بواسطة التواصل الاجتماعي، ما أعرف شيء، يعني وسط يمكن ما عندي أصلا جوال زين، وهم قلة الآن، لكن ابني مع جوال أرى انعزالا منها، أرى اهتماما منه بأمور فوقه، يعني يبدأ يتكلم عن هموم الأمة الإسلامية وهو لا يعرف الأمة الإسلامية، يعرف هموم الأمة الإسلامية، هذا مؤشر يجب أن يكون الإنسان فاطن. كذلك الطالب أو الصغير لما يرى على شخص آخر أمور رسمت بدقة حول اعتناقه أو تعاطفه مع هذا الفكر، ينبغي أن يخبر عنها حتى يعالج مبكرا. هذه وذلك أنا أؤكد أن ذكرت قبل قليل وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أظن أنها لو عدة الوسائل رقم واحد في التجنيد في 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 دولنا الخليجية تحديدا والسعودية أتكلم، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هو بيكون رقم واحد، وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك هناك معرفات كثيرة جدا جدا وكشفت بالآلاف من خارج المملكة ومن خارج دول الخليج بأسماء مستعارة، يستهدفون المملكة ويستهدفون دول الخليج بإثارتهم. قد تكون يعني هو يدعو للجهاد وما إلى ذلك، وأصلا قد يكون غير مسلم لكنه مستهدفة، فوسائل التواصل الاجتماعي جدا جدا خطيرة وحيوية. دكتور زيد، أدركنا المسألة أكبر مع هذه الثورة التكنولوجية، هناك ألعاب تدعو إلى رفع السلاح والقتل وغيره، يعني ألعاب تكنولوجية مجرد تحت مسمى هي ألعاب للأطفال بدون رقابة للأهل، أدرك تماما حجم هذه يعني المشكلة، لكن راح أستكمل الحديث مع دكتور عبد الله الشويكة، وأدرك أن عندك التزامات قبل كل شيء. شكرا لتلبية هذه الدعوة وتواجدك ويانا اليوم في برنامج N65 Today كويت اليوم وفي مجلس الأمة الكويتي، حياك الله وشرفنا بين أهلك وإخوانك. دكتور كلمة أخيرة، أنا أدري عندك التزامات ومضطر أنك تغادرنا، لكن كلمة أخيرة شو تحب تقول؟ أول شيء أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لهذه البلد أن يحفظها حكومة المشابة، أن يحفظ أمير البلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يمد عمره على طاعته، وأن يحفظ هذه البلاد اللي هم أهلنا وإخواننا وأحبابنا، وأن تبقى كما كانت منارة علم وهدى وأيضا موئلا لكثير من الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. إن كان عندي كلمة أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ شباب المسلمين، وأن لا نمل ولا نكل من الدعاء، وتحية وشكر من الأعماق للمنظمين لهذا المؤتمر، لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، لمعالي الوزير وسعادة الوكيل، وللجميع وللمراكز التي كانت
في هذا المؤتمر. شكر من الأعماق لكل الأفراد حقيقة أكرمونا يعني كرما حاتمية، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وبارك الله فيكم، وشكرا على الاستضافة. يا رب تستاهلوا ما هو قدر كل الشكر لي يعني الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الدكتور زيد بن علي الدكان، عساك القوة وشرفنا، ونلتقي فيك إن شاء الله في لقاءات قادمة. دكتور عبد الله مستمر معنا بعد الفاصل. سؤالي لك، كيف أكتشف أن في منزلي متطرف؟ يا سلام. عودة لكم مشاهدينا الكرام، مستمرين بالحديث عن تطرف ومع ضيفي من داخل الاستديو الدكتور عبد الله الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية. دكتور قبل الفاصل كنت أسألك كيف بالإمكان اكتشاف أن في منزلي متطرف؟ بعضهم قد يعكس الآية نوعا ما، يكون هو الباحث في الموضوع ويشبع الموضوع بحثا دقيقا في الفتاوى وغيرها، ويكون شجاع في تحديد والله داري متطرف بسبب فتوى معينة أو الشخص الفلاني هو متطرف، ويأخذ دور المنصف في الموضوع، قد يكون هو المتطرف. كيف نكتشف أنا في منزلنا متطرف دكتور؟ يبدو لي أخوي ضاري أن سؤالك يتضمن سؤالين والحقيقة كلاهما مهم. السؤال الأول، ما هو ضابط التطرف؟ ضابط التطرف هو الحيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يمين أو شمال، غلو أو تساهل، هذا كله تطرف يعتبر، لأن التطرف مأخوذ من الأخذ بطرف الطريق. جميل، فلان ماخذ طرف يعني مبتعد عن الطريق الوسط نوعا ما، هذا الابتعاد قد يكون كبيرا وقد يكون قصيرا، وليس من حق أي إنسان أنه والله يصف فلان بالتطرف، لأن أمر ليس بالسهل. أنا أتمنى أن هذا الموضوع أيضا تتضمن يعني قوانين الجرائم الإلكترونية وغيرها، لأن أنا لما أصف ضاري بالتطرف الحقيقة هذه سبة عظيمة جدا. أكيد هذه مسبة ما هي سهلة، لا تقل مسبة عن أني أوصفه بأوصاف قبيحة أخرى. التطرف مو أمر سهل. طبعا أنا أزعم يعني وأقول أننا لازلنا بحاجة لوضع ضوابط دقيقة في تحديد من هو المتطرف. هناك صفات متفق على أن أصحابها من المتطرفين. شنو هذه الصفات؟ يعني مثلا التساهل في قتل الأبرياء، الدعوة للتفجيرات، تكفير المسلمين. جميل، وعلى هذا النحو تدرك التطرف. أيضا التساهل في تحريم المباحات على الناس، هذا تطرف، الأشياء التي أباحها الله يتساهل في تحريمها وكذا إلى آخره. استخدام العنف في التعامل أيضا هذا نوع من التطرف. تمام، تحصل يمكن وياك دكتور كلامك على متمة، قد يكون شاب بأسرة متدينة نوعا ما لكن ما هي ملمة بكل جوانب الدين الإسلامي، ويبدأ الولد عليه بعض مظاهر الالتزام نوعا ما، تحريم قضية معينة، لا تشغلون هذا الشغلة، يبدأ يحرم في أوساط ربعة، في أوساط البيت، في أوساط إخوانه وخواته، إلى أن يطلق عليه البعض أنه والله متطرف، ما هو متطرف عنفا ولا إرهابا لكن متطرف دينا، يمنع ويحرم ويحلل وهو جديد عهد في تدينه. هذا الأمر إذا كان هذا الشاب يعني أخذ هذه الأقوال في تحريم هذا الأمر من العلماء، من أصول الشريعة، من كذا، الأمر سهل يعني، حتى لو سمع فتوى عالم معتبر أنه قال أن هذا الأمر حرام مثلا، فالأمر سهل. في ناس لا يريدون أن تقول لهم عن شيء أنه حرام مهما كان، حتى لو كان منصوصا في كتاب الله تعالى، وهذا خلل أيضا، هذا نوع من التطرف ترى. لكن خلني أرجع للسؤال المهم وهو سؤالك الثاني، كيف أعرف أن ابني أصبح مشروعا للمتطرفين؟ كيف أعرف أن ابني أصبح متأثرا بالفكر المتطرف؟ وهذه واردة دكتور. نعم، قبل سنة ونصف تقريبا أو قول سنة أصدرنا مطوية في مركز عيز الوسطية وطبعنا منها 100,000 نسخة بعنوان لكي لا يكون ابنك إرهابيا. عدة علامات إذا رأيتها في ابنك فتدرك أن الابن بدأ يسلك طريق التطرف. هذه المطوية توزع عندنا بالمجان لمن أحب، وهي الآن توزع في المؤتمر القائم حاليا في فندق الريجنسي. أنا أدعو أي أخ إلى متابعة هذه المطوية وقراءتها، وهي منشورة أيضا على حساب المركز في تويتر.
ونحن نوفر الخدمة الهاتفية إلى تحفظها وياي أخوي ضاري 948-470 948-470 يا ليت الإخوان يتفضلون يحطونها على الشاشة 948-470 اللي حاب توصله مطبوعات المركز يتفضل بالاتصال، اللي عنده ابن بدأ يخاف عليه يتصل علينا يلحق على الأمر ممكن نتواصل معاه، اللي عنده شبهة من الشباب أو إشكالية في تكفير الحكومة، تكفير المجتمع، تكفير رجال الأمن إلى آخره من الأمور، شبهات الخروج وغيره، نتمنى يتصل، وهذا التليفون معي أنا شخصيا وغير قابل للإفصاح عن أي معلومات، والله على ما نقول شهيد إن سرية تامة. لا يمكن يكون في أي إجراءات تجاه أي شخص اتصل يريد، حتى اللي حاب أن نزور دوانيته نزور مخيمهم، اللي حابين نقعد معاهم نتناقش احنا صدورنا مفتوح. في حالات وصلت لك هو كثيره جدا يعني قد تكون مثال، يمكن في السنه اللي فاتت شهدنا حادثه دهس الرجل العسكري، قاعد نشهد امور تحدث بين فتره واخرى سواء في الكويت او في منطقه الخليج. لا بس هذه الحادثه ما نقول عنها ارهابيه، بعيدا عن هذه لأن الحادثه الفاعل ونخوك كان مختل عقليا ايا كانت هذه الحادثه، لكن يبقى السؤال دكتور في الكويت الرصد الدقيق عندنا لعملية إرهابية كانت آخر واحدة اللي هي تفجير مسجد الإمام الصادق في شهر رمضان ليس السابق الذي قبله، يعني أكثر من سنة ونصف ما مرت على الكويت عمليات إرهابية. نعم هناك إلقاء قبض على بعض الخلايا بعض كذا جميل هذا موجود، ومع ذلك نادر جدا، ترى يمكن 3 أو 4 بالكثير، مع التنبيه إلى أن الأخوة الكرام في وزارة الداخلية كما لا يخفى عليكم هم جهة اتهام وليست جهة إدانة، يعني ممكن تشك في شخص وتشوف أموره وتحقق وياه وتقدم أدلة على إدانته مثلا، لكن يبقى الفصل لمن؟ للقضاء. بمعنى لو أن الداخلية جزاهم الله خير اتهموا شخصا وفق المعطيات اللي عندهم يعني بتحري دقيق ثم القضاء برا هذا الشخص، هذا الشخص يبقى عندنا بريء كرجال الداخلية أمانة يقومون في دورهم وما نختلف على هذا الشيء، لكن السؤال الأهم كونك أنت مطلع على مثل هذه الحالات والقضايا، كلامك يبعث نوع من الطمأنينة لدى من يشاهدنا الآن بأن الحالات فردية والأمور طيبة إن شاء الله، لكن أنا يعني في نوع من الحالات اللي تظهر لك دكتور من غير ذكر أسماء من غير ذكر تفاصيل معينة، لكن شنو هذه الحالات اللي ممكن أنها تجيب الكويت عندنا؟ يعني هل والله يتصل والد يقول أنا ابني أشعر أنه متطرف؟ شنو المفروض أنه يسوي؟ هذه حصلت معانا، بل بعضهم اتصل قال بنتي أحس أنها تغيرت علينا، بنت البنت نفسها عرفت، وهذه يمكن حالة نادرة، لكن هو طبعا هذه التنظيمات الإرهابية استهدفت الفتيات فترة طويلة، وأنا إذا سمحت لأخوي ضاري لحساسية الوضع ودقته أني أزيد معاكم شيء، ترى هذه التنظيمات الإرهابية كلها ما في تنظيم عنده قناة فضائية ولا صحيفة ورقية، هذه التنظيمات كلها تعتمد هذا الشيء فقط، هذا الجهاز تجند من خلاله تنفذ العمليات الإرهابية من خلاله أيضا. قضية ألعاب البلاي ستيشن الناس قاعدة تنشر شيء يظنون أنه هو اللي يأثر، مو هو اللي يأثر، شفت الصور هذه اللي حطه والله عالم داعش وكذا، هذه الألعاب هذه مو مؤثرة، هذه ما تأثر، التأثير الخطير الألعاب المباشرة اللي يصير فيها تواصل مع طرف آخر عرفت أونلاين كرة قدم أو غيرها أو كذا، هذه هي اللي تأثر تأثير كبير على الأبناء. شون يتواصل معاه طرف إرهابي وخطير الإرهابي، أول إجراء يستمر معاه شهر شهرين لين يحبه يتعلق فيه وشوفه شخصية مثالية، وان تعرف أن التعامل الشبكي فيه جزء كبير من الوهمية والتعامل وإظهار الصورة غير الحقيقية جيد، وان طبعا ما يخفى عليك أن هذه التنظيمات نحن على يقين أنها ما عندها الإمكانية للوصول إلى هذه المراحل، لكن هذه قد تكون جهات مشبوهة تدعم مثل هذه الأشياء توصل إلى هذه المرحلة. احنا سمعنا مقاطع كثيرة، ترى العلم 2015 شهر 1 طلعت في قناة فضائية وقلت إن أخطر وسائل التجنيد هي الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية. نعم، والإخوان جزاهم الله خير بعضهم هاشتقونا في تويتر وقاموا يضحكون يتندرون إن نشوف الوسطية يقولون ألعاب وكذا خلوا الدنيا، إلى أن ثبت الحمد لله باتفاق الجميع إن فعلًا الألعاب هذه قاعدة تأثر على الشباب.
في علامات أخوي ضاري إذا شفتها في الابن تعرف أن الولد بدأ يتأثر. شنو هي؟ العزلة طبعا، خصوصا إذا كان حديث متدين، حديث تدين، التطويل على لعبة البلايستيشن، أنه يطول ساعات طويلة عقب ما كان يطول. ولد والله من زمانه على هالمنوال، هذا موضوع ثاني. أيضا العنف في التعامل مع الوالدين، يبدأ ينظر نظرة ازدراء. ليش 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 يجيك واحد يقول لك يا أبو عبد الرحمن أنا ولدي كان من أحسن ما يمكن، يوم صار مطوع وتدين قلب علي؟ أي المشكلة بالتدين ولا مشكلة؟ لأنهم فهموه أنك أنت أمة كفار، أنك أنت أمة من أعوان الطواغيت، من أعوان الحكومات الظالمة، من أعوان كذا إلى آخره، فزرعوا في قلبه الحقد. يقدرون على أمه وأبوه دكتور؟ يذبحوا أمهم ناس. أيوة. ما شفنا إحنا اللي يذبح أبوه وحاول. أضف إلى النقطة الخطيرة جدا أخوي ضاري، قضية المخدرات الرقمية. الرقمية؟ نعم، إحنا عندنا بحث في الوسطية حول هذا الموضوع الخطير جدا. شلون؟ طبعا أنت تظن أن اللي ذبح أمه بهذه السهولة؟ لا، هناك تفاعلات في مخ الإنسان، عرفت؟ هؤلاء يفعلونها من خلال التواصل الإلكتروني هذا عن طريق ألعاب بلاي ستيشن، حتى يصبح هذا الإنسان إنسانا مسيرا بالريموت كنترول، قابل للانفجار في أي لحظة. تمام، ينفذ ما يمنى عليه من بلا وعي ولا شعور. وهنا الخطورة، احنا عندنا الأخ الكريم الدكتور فراج الرداس كتب فيها بحث وسننشره إن شاء الله قريبا. المخدرات الرقمية دكتور قد يكون مصطلح جديد، شنو هي؟ نعم. المخدرات الرقمية شنو هي بالضبط؟ المخدرات الرقمية إلى الآن فيها خلاف، البعض يقول غير صحيحة والبعض يقول صحيحة، لكن الخلاصة أنها عن طريق التقنية الحديثة يأثرون في الشخص بحيث أن يأثرون فيه أشبه ما يكون بتأثير المخدرات. أنت طبعا تدري أخوي ضاري، أنا أضرب لك مثال، شخص إذا حطيت له سماعات بدأ يسمع موسيقى صاخبة أو شيء، ممكن هو من نفسه يقوم بالرقص لا شعوريا، صح ولا خطأ؟ لا صح. نعم. وتفاعل حتى لو كان تعبان يتفاعل. شوف هني هذا التأثير، شنو اللي حرك هذا الإنسان؟ حرك الدماغ. فهم يعمدون إلى بعض المواد في الدماغ وبعض الأشياء يرفعونها وبعض الأشياء يخفضونها، يسمعون سماعات الأذن، هذا يسمع شيء وهذا يسمع شيء، لدرجة أنه يأثرون عليه والعياذ بالله. وانت طبعا تدري أخوي ضاري يعني والله المسؤولية كبيرة، والله احنا نكذب على الشعب الكويتي إذا قلنا أن احنا بروحنا راح نتصدى لهؤلاء، مو صحيح. هذا كله حكي، إذا ما يحطون يدهم بيدنا ونتعاون، الكل يعمل على حماية الأبناء مثل ما نعمل على حمايتهم من المخدرات الحقيقية، نحميهم من مثل هذه الأمور. تمام. في ظل هذا الجهد دكتور، يعني عمل مؤسسي اللي قاعد تقومون فيه، عمل مجتمعي اللي قاعد يقام فيه، لكن إلى الآن هذه الألعاب موجودة في السوق وتباع بأسعار غالية ولها رواج كبير بين صغار السن والمراهقين وحتى يمكن الأطفال. نعم. يعني وين المشكلة؟ الأولياء الأمور بالنهاية هذا أمر واقع، ما أقدر أني هي مرخصة من وزارة وتباع في محلات وشيء طبيعي. هذه الأجهزة أخوي ضاري حالها حال الأجهزة اللي عندنا، حالها حال الآيباد والآيفون والجالكسي وغيره. هذه الأجهزة قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر، وأحيانا أنت يعني تخدع نفسك لما تقول حق شخص والله أحم بيتك من هذه الأجهزة، بمعنى أنك لا تدخلها. ما تقدر، ما تستطيع، ولكن نحن نطالب بالتقنين. إحنا لما نقول لك العلامات اللي ذكرتها لك، أضيف لك أيضا علامة أنك يسولف كثيرا عن الجهاد، أيضا تلاحظ عليك بدأ يسمع أناشيد حماسية كثيرة في الجهاد وغيره، تلاحظ عليه أنه بدأ يتكلم عن مثلا الحكومات وظلم الحكومات إلى آخره وكذا، إلى هذه من العلامات مع التنبيه. شوف هذه الأخيرة، بمعنى إحنا في الكويت مثلا، إحنا نقول هذا بكل إنصاف، ليس كل من انتقد الحكومة يكون متطرف، أكيد صح ولا خطأ؟ أكيد. بل إحنا نوقن أن بعض الذين ينتقدون الحكومة هم أناس وطنيون يريدون الخير، يختلفون مع الحكومة، يعني مجلس الوزراء في بعض الإجراءات، وهذا موجود حتى عندكم في مجلس الأمة. هذه ديمقراطية، هذا أمر طبيعي، شيء طبيعي، والحكومة ترحب بهذا، يعني ما عندها إشكالية في هذا الموضوع. عاد نبقى إحنا نختلف على الطريقة الآلية، هذا موضوع ثاني. تمام. عشان الوقت دكتور، هل قد يكون المتطرف ما هو ملتزم دينيا؟ نعم، ممكن أن يكون مسير. نعم، يكون ما هو ملتزم دينيا، أمور نفسية تدفع إلى هذا، كثرة ديون،
كثرة مشاكل، شعور بالفشل، البحث ما في ناس انتحر صح ومو متدين صح ولا خطأ. انتحار هذا نفس الشيء، الحماس اللي يشوفه بفيلم الآن الشباب الأطفال اللي يشوفون أفلام حربية تأثرون ولا لا؟ أكيد ممكن يقول حق أبوه يبى اشتري لي ملابس حربية، اشتري لي رشاش، اشتري لي كذا، ودني كذا، وينصدح ويحاول نفس الموضوع أنه ممكن يتأثر في هذا. بس نقطة أخيرة أخي ضاري، أدري الوقت داهمنا، السؤال المهم الحين، أنا شفت ولدي متأثر، شنو الحل؟ الحل اتصل على الرقم المساء 948-470 948-470 واترك الباقي لنا، بس نبيهم يتعاونون معنا أولياء الأمور ويدقون عليكم وعندكم الموضوع. بالنهاية أنتم أهل اختصاص، كونك أنت مدير مركز تعزيز الوسطية 948-470 الرقم متواجد معك دكتور. إذا لمن يرغب في التواصل مع يعني مركز تعزيز الوسطية وتحديدا مع الدكتور عبد الله الشريكة 948-470 هذا الرقم الخاص فيك. كل الشكر أمانة لك دكتور مدير مركز تعزيز الوسطية دكتور عبد الله الشريكة على هذا الحوار. قد يكون هذا الحوار يحتاج ساعات أكثر للحديث، يحتاج تنويه، يحتاج تنبيه للأهالي والمجتمع ككل، لأن هي عملية مشتركة، ما هي مثل ما ذكرت أنت، ما هي فقط مسؤولية مركز تعزيز الوسطية ولا هي مسؤولية دولة فقط، هي مسؤولية أسرة ومجتمع ومدرسة وفكر شاب جديد. فكل الشكر أمانة لكم وليكم على الدور اللي قاعد تقومون فيه، وإن شاء الله يعني تتكلل كل مجهوداتكم بالنجاح يا رب في الوقت العاجل. إذا التطرف هو أمر منبوذ سواء كان معلن أو غير معلن، مثل ما ذكر الدكتور قد يكون المتطرف بيننا لكن لا يصرح، قد يكون متواجد مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يمكن أن يقول عن نفسه هو إرهابي، وربما قد لا يجد ما يقوم به عمل إرهابي. لذلك انتبهوا وكونوا على حذر دائم. ربي حفظ الكويت والخليج والعالم الإسلامي ككل من كل شر.